أعزائي طلبة وطالبات جريد 6، أهلا ومرحبا بيكم. هنبتدي النهاردة مع بعض درس جديد لبرايمري 6. احنا كنا وصلنا مع بعض في يونت 2، أخدنا مع بعض أول ليسون في يونت 2، أخدنا مع بعض البروبورشن. النهاردة هنبتدي ناخد مع بعض حاجة جديدة علينا اسمها دروينج سكيل. يعني إيه كلمة دروينج سكيل وبنستخدمه في إيه؟ الدروينج سكيل ده بنلاقيه موجود كتير قوي على الماب، موجود جدا في البيكتشرز. لما بنيجي ناخد اي فوتو اي حاجه، ساعات بتلاقي الفوتو دي بيحصل لها مينيمايزيشن او بيحصل لها ماجنيفيكيشن. الحاجات دي كلها هنتعرف عليها النهارده، ازاي لما بتيجي تعمل مثلا تاخد بيكتشر مثلا لكايرو تاور. كايرو تاور ده 189 متر، اطلعه بيكتشر دي يبقى 9 سنتيمتر. يبقى انا هنا كده عامل حاجه اسمها مينيمايزيشن. ازاي مثلا لو انا عندي ماب او جوجل ايرث موجوده قدامي مثلا، ازاي الديستنس مثلا بين التو لوكيشنز دول قدامي هنا على البيكتشر 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر، وهم في الحقيقه مثلا ممكن نقعد فيهم ساعه رايحين من المشوار ده كله. تعالوا النهارده هنتعرف على الكلام ده كله، وهنتعرف يعني ايه كلمه دروينج سكيل وعباره عن ايه. من الايمز بتاعتنا النهارده ان احنا نعرف يعني ايه دروينج سكيل، ونعرف نحل الاكسرسايز اللي هنشوفه النهارده مع بعض. اول حاجه هنتعرف عليها يا شباب النهارده what the meaning of drawing scale. drawing scale ده معناه is a ratio between drawing lens and real lens. ايه ده هو يا مستر، في فرق بين كلمه drawing lens and real lens؟ طبعا في فرق بين كلمه drawing lens و real lens. كلمه drawing lens دي معناها اللينس اون ماب او اللينس اون بيكتشر، ده معناه دروينج لينس. الريل لينس ده معناها اللينس ان رياليتي، ده الحاجه الحقيقيه بتاعتنا. زي مثلا لما اجي اقول لك انا باخد مثلا فوتو الكايرو تاور، الهايت بتاع كايرو تاور 189 متر. طب ده الهايت، يبقى ده كده ده الريل لينس، ده الحقيقي بتاعه. لكن مثلا لما اقول لك ان اللينس ان بيكتشر از 9 سنتيمتر، يبقى ده اللينس بتاع كايرو تاور اون بيكتشر ده 9 سنتيمتر، ده اسمه دروينج لينس. بمعنى تاني تيجي كده اهو، مثلا لو جبنا اي ماب بتلاقوا كده في الماب يقول لك مثلا ديستنس بتوين كايرو اند اليكس. لو مثلا على الماب الديستنس دي 3 سنتيمتر، بس في الحقيقه احنا مثلا بنقعد مثلا 3 ساعات عشان نروح من كايرو لالكسندريا 300 كيلومتر. يبقى في فرق بين الدروينج لينس والريل لينس. يبقى عندي حاجه اسمها دروينج لينس وحاجه اسمها ريل لينس. واحنا من اول ما اخذنا يونت 1 واحنا متعلمين ان الريشيو ما بينفعش نبدل فيها. لما اقول الريشيو بتوين دروينج لينس اند ريل لينس، يبقى لازم لما نيجي نجيب ريشيو هكتب الدروينج لينس في الفيرست والريل لينس هو السكند. الدروينج سكيل بنقدر نستخدمه فور مينيمايزيشن اور ماجنيفيكيشن. يعني ايه كلمه مينيمايزيشن؟ مينيمايز ات مينز شرينكينج. يعني ايه مينيمايز او شرينكينج او ريدكشن؟ ده معناها ان الدروينج لينس يبقى لازم الريل لينس، وده الطبيعي في اي فوتو بنيجي نعملها. انا لو جاي اعمل اخد تيكا فوتو ليك على الموبايل مثلا، صورتك دي كلها بتطلع على الموبايل حاجه صغيره، يبقى ده كده اسمه مينيمايزيشن. انا دلوقتي عندي رحنا مع البيراميدز، صورنا مع بعض في البيراميدز، تلاقي نفسك كده طالع وكل البيراميدز الحاجه الكبيره قوي دي طالعه وراك في البيكتشر حاجه صغيره، يبقى كده ده حاجه اسمها مينيمايزيشن. طيب اما ايه كلمه ماجنيفيكيشن؟ كلمه ماجنيفيكيشن دي معناها ان يكون عندي الريل لينس less than الدروينج لينس. يعني الدروينج يبقى هو المور ذان. زي ايه؟ زي كده مثلا لما بنيجي مثلا يكون عندي اي انسكت، وناخد الانسكت دي نخش بيها اللاب ساينس ونحطها تحت الميكروسكوب، ايه اللي بيحصل؟ برافو، طبعا يبقى هنا اللينس بتاعها بتكبر، يبقى هنا دي حاجه اسمها ماجنيفيكيشن. ممكن اقول عليها ماجنيفيكيشن او ممكن اقول عليها ماكسمايزيشن. زي مينيمايز يبقى ماكسمايز.
ممكن مثلا زي اي تمثال موجود عندنا، لو نزلنا مثلا في اي مكان بنشوف تمثال مثلا في اي ميدان، التمثال ده بيبقى نفس صورة الشخص اللي كان موجود، بس ايه اللي حصل له؟ حاجة اسمها magnification. زي لما تيجي مثلا كده اهو، انا مثلا دلوقتي قدامك على السكرين اهو، مثلا بعمل حاجة اسمها ايه؟ زوم. ايه الزوم ده يا مستر؟ كبرت الحاجة اللي عندي، ده كده اسمه magnification. يبقى كلمة magnification دي معناها ان احنا يكون عندنا drawing lens more than real lens. يبقى ان drawing scale احنا بنعرف احنا بنستخدم الحاجة اللي عندنا في ايه، يا اما بنستخدمها for minimization يا اما for magnification. ما تنساش ان اللينس ان دروينج هو هو اللينس ان بيكتشر هو هو اللينس اون ماب، كل ده دروينج لينس. من اهم الحاجات برضو يا شباب اللي نبقى كلنا عارفينها، انا لو جيت اديتك اكزامبل زي ده، بقول لك if the distance between two cities on map is 3 سنتيمتر and the real distance is 9 كيلومتر، find the drawing scale. طيب هنا بقى دلوقتي انا بقول لك ال distance between two cities on map 3 سنتيمتر. اول حاجه بنعملها بروح جاي ماسك البن بتاعي وقول كده، هو بيقول لي اللينس اون ماب 3 سنتيمتر. يبقى ال 3 سنتيمتر دي كده احط تحتها لاين واقول كده ان ال 3 سنتيمتر دي هي دي الدروينج لينس. إذا عرفت من فين انها ده الدروينج لينس؟ عرفت انها الدروينج لينس عشان هو بيقول لي اون ماب، واحنا اتفقنا كلمه اون ماب دي معناها دروينج لينس. And the real distance is 9 كيلومتر. ده هنا بص كمان اداني قال لي الريل ديستنس از 9 كيلومتر. يبقى دلوقتي انا عندي حاجتين موجودين، عندي اللينس اون ماب اللي هو الدروينج لينس، وعندي الريل لينس موجود، وبيقول لي فايند ذا دروينج سكيل. اول حاجه هقول له السولوشن بتاعنا احنا الدروينج سكيل از ريشيو بتوين دروينج لينس اند ريل لينس. يبقى دي اول ستيب عندنا، نكتب الرول drawing scale is a ratio between drawing lens and real lens. الدروينج لينس موجود عندي 3 سنتيمتر والريل لينس 9 كيلومتر، ما ينفعش نبدلهم. احنا في اول ليسون خالص في يونت 1 كنا واخدين ان احنا عشان نعمل ريشيو لازم يكون عندنا two quantities have the same unit. طب يا مستر انت هنا عندك واحده بالسنتيمتر واحده بالكيلومتر، لازم الاثنين يبقوا هاف ذا سيم ايه يونت. اروح جاي على طول بقى كده اهو، تو كونفرت من كيلومتر لسنتيمتر تايم 100,000، يبقى بقى عندي 3 تو 900,000. لما اعملهم ديفايد 3 اهو، بصوا كده انا بكتب التحويلات قدام عينيا، كيلومتر متر ديسيمتر سنتيمتر مليمتر، ولو رايح من الكبير للصغير عملنا تايم، فجي عندي من الكيلومتر للسنتيمتر 100,000، رحنا عملنا على طول 3 و 900,000. لما عملها simplify divided 3 طلع 1 to 300,000. 1 to 300,000 ده معناه ان drawing lens للزن real lens فعلا it refers to minimization. انت شايف الريل ديستانس بتاعتك 9 كيلومتر، بس لما رسمناها on the map بقت 3 سنتيمتر، فعلا هنا كده حصل حاجة اسمها ايه؟ minimization. يبقى بمنتهى السهولة انت لو عايز تجيب الدروينج سكيل انت على طول بتعمل كده اهو، دروينج لينس تو ريل لينس. اول ما هتكتب الرول دي هنعرف نحل على طول. طب تعالى نشوف انذر اكزامبل. لما اجي اقول لك دلوقتي a lens was used to enlarge an insect of real lens 0.4 مليمتر and its length after enlargement 4.8 سنتيمتر. Calculate the ratio of enlargement. يا مستر بالراحة كده، اللينس احنا عارفينها اللي هي العدسة اللي موجودة قدامنا، used to enlarge an insect احنا استخدمناها عشان نكبر الانسكت اللي قدامنا. الانسكت دي بتبقى حاجة very delicate، حاجة صغيرة جدا. حتى بصوا بيقول لي ايه، of an insect of length 0.4 مليمتر. بصوا ده الريل لينس، هو بص كاتب اهو ريل لينس
0.4 مليمتر. اذا يا مستر هو الريل بتاع الانسكت بالمليمتر، طبعا الانسكت دي بتبقى حاجه فيري فيري سمول. And its length after enlargement، بعد ما عملنا لها magnification، بعد ما عملنا لها enlargement بقت 4.8 سنتيمتر. يبقى ال 4.8 ده سنتيمتر، هو ده drawing length. طب يا مستر بيقول لي find the ratio of enlargement. يعني ايه كلمة ratio of enlargement؟ كلمة ratio of enlargement دي معناها drawing scale. طب انا اجيب ازاي بقى drawing scale؟ اول حاجة نكتب الرول drawing scale equal drawing length to real length. الدروينج لينث 4.8 سنتيمتر، الريل لينث 0.4 مليمتر. طيب احنا لما نيجي نعمل ريشيو لازم نعمل ايه؟ نخلي السنتيمتر والمليمتر الاثنين لازم يبقوا نفس اليونت، ما ينفعش واحده تبقى بالسنتيمتر والثانيه بالمليمتر. طيب احنا كنا واخدين اليونت اهي قدامنا، كيلومتر ومتر وديسيمتر وسنتيمتر ومليمتر. لما نيجي نكتب بقى دلوقتي كده اهو، احنا عندنا سنتيمتر ومليمتر. السنتيمتر عشان نعمله كونفرت للمليمتر بنعمله مالتبلاينج 10. يبقى بروح جاي ماسك الماركر بتاعي واروح جاي كده اهو عند السنتيمتر اعمله مالتبلاينج 10 السنتيمتر بس. يبقى كده بقى عندي هنا 48 وده 0.4. لما نيجي نعمل سمبليفاي ده هنا في ديسمال، يبقى اول حاجه بنعمل تايم 10 عشان نمشي الديسمال بوينت. 48 تايم 10 480، 0.4 تايم 10 ايكوال 4. لما اجي اعمل سمبليفاي ديفايدد باي 4 للبوست سايدز هيطلع عندي 120 to 1. بصوا بقى كده الدروينج لينس مور ذان الريل لينس، فعلا ات ريفيرز تو magnification او enlargement. يبقى هنا بقى بيوضح لي الفرق بين كلمه minimization وmagnification. احنا اتفقنا ان المينيمايز بيكون في الدروينج لينس لزان الريل لينس، لكن في الماجنيفيكيشن او في الانلارجمنت بيكون عندي الدروينج لينس مور ذان الريل لينس. يبقى بمنتهى البساطه لما اجي اقول لكم انت عايز تجيب drawing scale، على طول بقى كده كلمه drawing scale it means the ratio between drawing lens and real lens. طيب تعالوا نشوف كده يا شباب example زي ده. بيقول لي a map drawn with scale 1 to 200,000. ايه يا مستر ده؟ اه ده هنا هو اداني drawing scale. قال لي انت عندك هنا drawing scale 1 to 200,000. if the distance between two cities on map is 5 centimeter. لما يقول لي distance between two cities on map is 5 centimeter يبقى انا كده عرفت ان ال 5 centimeter ده هو drawing length. find the real distance between these cities. ازاي نعرف بقى احنا نجيب الريل؟ دي فكرة جديدة يا شباب. طب نعمل ايه يا مستر ما خدناش؟ اقول لك بص، اول ستيب نكتب الرول. احنا الرول بتاعتنا ايه هي؟ drawing scale equal drawing length to real length. طيب انا كتبت هنا السكيل اهو 1 to 200,000، يبقى دي اول ستيب عندنا. اروح جاي كاتب كده drawing scale equal drawing length to real length. كتبت السكيل اهو ادي 1 to 200,000. هو اداني هنا اهو الدروينج لينس كان 5 سنتيمتر، يبقى تحت الدروينج لينس هنا حطيت كام؟ 5. انا عايز اجيب الريل، ده حاجه ميسنج، اعمل كروس مالتيبليكيشن. لما هعمل 200,000 ديفايدد ال 5 تايم ال 5 ديفايدد ال 1 الايكوال بتاعنا طلع 1 مليون. بس خلي بالكم ان ده كده 1 مليون سنتيمتر. مهم قوي ان انا ابقى فاهم ان انا ما دام بجيب real distance between cities ده لازم اطلعه in kilometer. عشان اعمل convert من السنتيمتر للكيلومتر بعمل divided 100,000 تطلع 10 كيلومتر. اجي
احنا دلوقتي بنقول احنا عايزين هنا اهو نجيب الريل، نكتب الرول بتاعتنا في الاول drawing scale equal drawing length to real length. كتبنا السكيل بتاعنا اللي هو 1 to 200,000. تحت drawing length انا حطيت ال 5 سنتيمتر، انا عايز اجيب الريل length، اعمل cross multiplication 5 times 200,000 divided 1، دي طلعت يا مستر 1 مليون. بس ركز ان انت بتجيب real distance، يعني لازم اخليها in كيلو متر. ما انساش اني لازم اعمل convert من السنتيمتر للكيلومتر، بعمل divided 100,000، يبقى الانسر بتاعي طلع كام؟ 10 كيلومتر. طيب تعالوا ناخد اكزامبل كمان. لو قلت لكم عندنا a picture of Cairo tower was photographed with a scale 1 to 7,000. احنا عندنا الفوتو اللي موجودة قدامنا دي بتاع كايرو تاور، السكيل بتاعها كان 1 to 7,000، ده هو مديني هنا درونج سكيل. بيقولي find the real height of the tower if the height in picture 2.7 سنتيمتر. ايه ده؟ ده هو مديني هنا ال height in picture 2.7 سنتيمتر. لما يكتب لي ان ال height in picture 2.7 سنتيمتر، ده معناه ان ده drawing length. طيب اول step نكتب الرول بتاعتنا drawing scale equal drawing length to real length. هو كاتب السكيل اهو 1 to 7,000 والتاني drawing length ب 2.7. انا عايز اجيب ده proportion عاديه خالص او ratio عاديه، اعمل cross multiplication 2.7 times 7,000 divided by 1، طلعت 18,900 ده سنتي ايه؟ متر. بس الهايت بتاع الكايرو تاور ده بيبقى بالمتر. لما اعمل كونفرت من السنتيمتر للمتر، بعمل ديفايدد 100، يطلع الانسر بتاعي كام؟ 189 متر. يبقى نركز بقى في اليونت اللي احنا بنجيبها. كل الفكره هنا انت بتعمل ريشيو، لو في حاجه ميسنج بتجيبها عن طريق كروس مالتيبليكيشن، ونركز في اليونت. حاجة بالمتر، حاجة بالكيلومتر، نركز بقى احنا بنجيب ايه بالظبط. طيب نوتس، اول ريمارك ما ننساهاش ان كلمة drawing scale دي معناها ratio between drawing length and real length، وما ينفعش اعمل لهم convert. If the drawing scale more than ال 1 it refers to magnification. افتكر ان لما اقول لك drawing scale more than ال 1 يعني معناها ان drawing length هيبقى more than real length. لو drawing scale less than 1 it refers to minimization. ما ننساش اليونتس اللي موجوده قدامنا، احنا عندنا كيلومتر ومتر وديسيمتر وسنتيمتر ومليمتر، 10 10 10 وده ايه؟ 1000. ولو رايحين من الكبير للصغير بنعمل تايم، العكس على طول بنعمل ايه؟ ديفايد. طيب تعالوا نشوف كده، لو جيت قلت لكم بقى complete، نسأل على الكلام ده كده ونشوف شكل الأسئلة بتجيلنا ازاي. Number A، لما أقول drawing scale إذا ratio between a space and a space، أول ما أقول ratio between A و A على طول كده هو ratio between drawing length and real length، ما ينفعش أبدلهم. أوعى حد يقول لي real length و drawing تبقى wrong. لما أقول drawing scale إذا ratio between drawing length and real length. طيب لما أقول drawing scale more than 1 it refers to what؟ إحنا لسه قايلين أهو drawing scale refers to more than 1. افتكر إن ال 1 ده as you حجمك أنت، لو بقول لك drawing scale more than 1 يعني أكبر منك، يبقى ده كده معناها magnification. لو drawing scale more than 1 it refers to magnification. يبقى طبيعي بقى السؤال اللي بعديه، لما اقول لك drawing scale less than 1 يبقى it refers to minimization. If the drawing length of an object is 2 cm and the real length is 6 meters then the drawing scale equals space to space. احنا عشان نجيب الدراونج سكيل نعمل ايه؟ احنا لسه قايلين اهو
بكتب كده drawing lens to real lens، دي الرول بتاعتنا. هو كاتب الدروينج لينس 2 سنتيمتر والريل لينس بتاعتنا 6 متر، انا هعمل كونفرت للمتر تبقى 600. لما اقول عندي 2600 لاعمل لهم ديفايد 2 عشان الاثنين ايفن نمبر، يبقى الانسر بتاعنا هيطلع كام؟ 1 to 300. طيب افرض جيت قلت لك كده اهو، if the distance between two cities on a map is 5 سنتيمتر and the real distance is 20 كيلومتر. هو هنا بص ده drawing lens 5 سنتيمتر والريل 20 كيلومتر. find the drawing scale، ازاي اعرف بقى اجيب drawing scale؟ اول حاجه اقول اهو drawing scale equal drawing lens to real lens. drawing lens 5 سنتيمتر والريل لينس 20 كيلومتر. يا مستر لازم نعمل convert، ما ينفعش الاثنين يبقوا different unit. احط قدامي اليونتس على طول كده اهو كيلومتر عشان اعمل له كونفرت للسنتيمتر تايم 100,000 بيت 5، عندي دلوقتي 2 مليون. لما اجي اعمل لهم سمبليفاي ديفايدد باي 5 هيطلع الانسر كام؟ 1 to 400,000، وفعلا كده ده ات ريفيرز تو مينيمايزيشن. بمنتهى السهولة الموضوع سهل قوي يا شباب، انت عايز تجيب drawing scale يبقى بتعمل ratio between drawing lens and real lens، تكتب drawing lens وتكتب real lens، بعد كده تشوف اليونت تخلي اليونت زي بعض وتعمل simplify. طب تعال نشوف الاكزامبل ده، a magnified picture of an insect was taken with enlargement ratio 50 to 1. If the length of the insect in picture is 10 centimeter, what is the real length of the insect? هنا احنا عندنا هو مديني drawing scale. اكتب الرول بتاعتنا drawing scale drawing length to real length. اول step عندنا في اي مسألة لازم اكتب الرول drawing scale equal drawing length to real length. طب احنا السكيل هو يا مستر 50 to 1، هو بيقول لي اللينس بتاع الانسكت ان بيكتشر از 10 سنتيمتر، ما دام قال لي ان بيكتشر يبقى ده درونج لينس، يبقى تحت درونج لينس انا احط 10 سنتيمتر. ازاي اعرف بقى كده اجيب الريل؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن. لما اروح جاي بقى عامل دلوقتي اهو 1 تايم 10 ديفايدد باي 50 طلعت 0.2 سنتيمتر. بس خلي بالكوا بقى احنا هنا بنتكلم عن انسكت، الانسكت لازم الريل لينس بتاعها يطلع بالمليمتر، يبقى لازم اعمل كونفرت اهو من السنتيمتر للمليمتر بعمل مالتيبلاينج 10. لما اكتب 0.2 تايم 10 قال الانسر طلع 2 مليمتر. الفكره كلها اخلي بالي من اليونت اللي انا بتكلم بيها، يعني مثلا لو بتكلم عن ديستنس بتوين سيتيز طبعا ده هنا وقتها هجيب الريل بالكيلومتر. لو بتكلم عن هايت بتاع بيلدينج لا ده انا هنا هجيب الريل بتاعي بالمتر. لما جيت اتكلم دلوقتي عن انسكت جبت الريل بتاعها بالملي ايه؟ متر. بس الدروينج لينس لو انا هجيبه الدروينج لينس على طول يطلع بالسنتي متر. اجين هقول اللي انا قلته ده، انا دلوقتي بجيب الريل لينس لازم اشوف الحاجة اللي بجيبها ريل لينس ايه هي. لو بجيب ريل لينس لديستنس بجيبها بالكيلومتر، لانسكت لا بالمليمتر. طب بتجيب ريل لينس الهايت بتاع بيلدينج الهايت بتاع كايرو تاور لأي حاجة زي كده لازم اعملها كونفرت واجيبها بالايه؟ بالمتر. لكن لو هجيب دروينج لينس الدروينج لينس على طول بيبقى بالايه؟ بالسنتيمتر. درس سهل جدا جدا جدا، نحل كل الابلكيشنز اللي عليه. اول حاجه عشان ما تغلطوش نكتب الرول ان drawing scale is the ratio between drawing lens and real lens، ما ينفعش يا مستر يتبدلوا. تاني حاجه ممكن تكتب قدامك كده على طول اليونتس اللي مكتوبه كيلومتر ومتر وديسيمتر وسنتيمتر ومليمتر، وتحط اليونتس وتبتدي تشتغل مساله عاديه خالص. موضوع سهل وجميل جدا، اتمنى ان احنا نكون استفدنا وفهمنا كل حاجه موجوده معاكم. كان معكم مستر ماجد، مبسوط لوجودي، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير.